وحول مسار التفاوض قال السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص للرئاسة المصرية في كوب 27 في مؤتمر صحفي، قال إن رئاسة المؤتمر تقوم بجمع كل آراء وفود التفاوض لتقريب وجهات النظر للبناء على ما تحقق من نجاحات حتى الآن. نحن نجمع كل الأفكار، وكان هناك كما قلت 50 صفحة، ونحاول أن نتجنب التكرار. نحن نجمع أهم الأشياء ونحاول أن نعرف القضايا المهمة بالنسبة للمجموعات المختلفة والبشر، وهذا هو المنتج. هذا هو منتج يتم إنتاجه عبر جولتين من الاستماع. نستمع أولا بدون أوراق، ثم بعد ذلك نبدأ في الكتابة. هذه هي الإجابة. الأمر واضح بالنسبة للجميع، النجاح الذي حققناه حتى الآن، ولكننا نعتقد أن لدينا خطة، ونسعى، وكما شرحت فإننا بدأنا من على مدى واسع جدا، ونحاول بعد كل ذلك أن نضيق هذا المدى حتى نصل إلى أمور مركزة ونقاط محددة. هذا ما نسعى أن نصل إليه. نحن نلعب دورا، ولكن هناك الأطراف مختلفة ووفود مختلفة تكون دائما موجودة وحاضرة ولها رأي وتستخدمها السياقات، ونحن نعمل على هذا الشأن، ونحن نحاول من كل الأطراف والنتائج المختلفة. القضية عملية معقدة جدا، ونحن نستخدم كل الوسائل المتاحة في هذا الشأن للمضي قدما. ولمزيد من المتابعة أيضا والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي. مرحبا بك دكتور شاكر. أهلا بك فندم. دكتور شاكر، يعني لأي مدى استطاع المناخ توضيح صورة وتأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي حول العالم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعتبر نجاح للقمة إن احنا إدراج بند الخسائر والأضرار على كافة القطاعات واللي منها القطاع الزراعي. بالتالي ده يعتبر أول نجاح. ثانيا إن حضرتك بنتكلم على الاستثمارات القادمة إن شاء الله في القطاع الزراعي بمختلف القطاعات من خلال الدول الكبيرة، وإن احنا يبقى عندنا استثمارات في المجال الزراعي والتحول في سبل الطاقة الجديدة والمتجددة في القطاع الزراعي، وإزاي إن احنا نستفاد من وحدة المساحة والمياه تحت ظروف الإجهادات المائية والحرارية. وبالتالي ده فرص كبيرة جدا استفدنا منها من خلال القمة الحالية، وكنا بنتكلم قبل القمة ان شاء الله يتم التنفيذ، وان شاء الله يعني بوادر خير كلها. صح في شوية مشادات وفي شوية عدم اتفاق، لكن في الاخر ان شاء الله هتبقى كلها انجازات تحسب لقادة سياسية وتحسب لرئيس المؤتمر ان شاء الله. حضرتك تحدثت عن الخسائر والاضرار اللي بتطالب بها الدول النامية، ايجاد صندوق يعني لهذا الامر، والاتحاد الاوروبي وافق على هذا الامر، ولكن يعني يريد التزامات بشكل اكبر واوضح الاخرى حال ما هو بهذا الامر، هو انشاء صندوق خاص بما يتعلق بالخسائر والاضرار الناتجه عن التغيرات المناخيه. لاي مدى قد تنجح المفاوضات في هذا الاطار، وان يخرج لقاء الغد او تنتهي على التوصل الى هذه القضيه تحديدا؟ اولا اول لازم هو يخفض انبعاثاته ويوفر الدعم المادي والتقني للدول المتأثرة زي تتكيف مع هذه الظروف. الدول المتأثرة ليس لها باع في هذا المجال وليس لها تأثير، كل انبعاثات أفريقيا لا تتعدى 4%. يجب على الدول الكبيرة ومنها الاتحاد الأوروبي مد بيد العون للدول ديت عشان تقدر تقاوم، وعامة إذا هم مدوش إيد العون هو التأثير على كل دول العالم وليس الدول الأفريقية فقط، لكن بيختلف
التأثير من دولة أخرى على حسب توافر الإمكانات. فأه التأثير عندنا باين شوية في الدول النامية، لكن كان عندهم السنوات الأخيرة في صور إعصارات وصور جفاف وصور ارتفاع في درجات الحرارة، وبالتالي هو لازم يتحرك عشان احنا كلنا عايشين في كون واحد. لكن ان شاء الله في بوادر كويسه، في تعاون بين الدول، في من خلال القمه كان فيها كلها لقاءات بتتسم بالجديه ومد يد العون، وبالتالي نامل ان هي تكون تنفيذيه على ارض الواقع. اذا هل من الممكن ان نصل الى حتى اتفاقات ولو مبدئيه او جزئيه بشكل اكثر وضوحا فيما يتعلق بهذا الامر، خاصه ان هناك يعني دول تنتج الوقود الاحفوري ودول اخرى مستهلكه، وايضا دول افريقيه ناميه يعني بتنتج هذا الوقود الاحفوري والفحم بشكل كبير، واحدى الدول الهند على سبيل المثال تقوم باستيراد كميات كبيره من الفحم للمساهمه في يعني في ثورتها الصناعيه او في تطورها الصناعي او ما الى ذلك. عاوز اقول حضرتك حاجه مهمه جدا، زحزحه هذا الموضوع الى ابعد من ذلك هتكون تداعيات اخطر بكثير. النهارده اللي نقدر نصلحه بمليون هنصلحه بكره ب 3 مليون و 4 مليون ويمكن ما نعرفش نصلحه. فبالتالي من صالح الدول الكبيره ان هي تصلح من دلوقتي احسن من بعد كده نقعد زي ما كان في الاول خالص. لو كنا اتفقنا من سنه 92 وبروتوكول كيوتو والاتفاقيه الاداريه من اول ما طلعت او وقفنا من 2015 ونفذنا ما كناش وصلنا للتداعيات الخطيره دي. فبالتالي كل ما هتتمادى في الانبعاثات والتلوث وعدم الانصياع والتنفيذ هتكون الاضرار اخطر في المستقبل بكتير عما احنا فيه الان. فبالتالي انا شايف ان شاء الله باذن الله ان هيبقى في تنفيذ على ارض الواقع على الاقل على هيئه مشروعات بين الدول واستثمارات زي مشروع الهيدروجين الاخضر، التحول للطاقه الجديده والمتجدده، تطوير شبكات الري. ومصر بفضل الله يعني احنا عندنا نماذج تحترم ويحتذى بها، لكن نحتاج فقط الى التمويل لكي نستكمل مسيرتنا. التطور التكنولوجي ربما له ايضا ايجابيات كل الامور يعني لها استخدام النانو تكنولوجي في المستقبل او افاق المستقبليه الحديث بشكل اوضح يعني في الحد من التغيرات المناخيه. حضرتك كيف ترى هذا الامر ولاي مدى الدول الناميه على استعداد للتعامل مع هذا الملف؟ هو اساس التقدم، فاي معلومه علميه بتثير لنا وتدينا ضوء اخضر احنا معاها وماشيين في كل احنا نحب نطلع نغير اساليب النقل بالكهرباء او بالغاز، نحب نقلل من استخدام الكهرباء، نقلل استخدامنا من اكل اللحوم والاسماك، حتى الانماط الغذائيه بتتغير. بالاضافه الى الانماط الجديده اللي هي النانو تكنولوجي او السمارت اجريكلتشر او الطرق الذكيه كلها بتخدم في هذا المجال. فبالتالي لازم يبقى في تكامل بين كل حتى راس المواطن لازم اغيرها، لازم اغير له الفكر، لازم اغير له المفهوم عن الدنيا رايحه فين. بتكلم يا استاذنا مش النهارده انا وحضرتك، لا بتكلم على احفادنا واحفاد احفادنا هيروحوا فين بعد كده في ظل الظروف القادمه. طب فكره الحصول على انتاج عالي الجوده مقارنه بالاستخدام يعني الاستخدامات السابقه او التقليديه في هذا الاطار من خلال استخدام التقدم او التطور التكنولوجي اللي حضرتك عرضت له منذ قليل، اي مدى هذا الامر نحن يعني بدانا فيه بالفعل مصر يعني على طريقها في هذا المجال، وبما ان مصر صوت افريقيا في هذا المؤتمر كيف يمكن لمصر ان تساعد الدول الافريقيه على الاستفاده من بعض التقدم الذي حققناه في هذا المجال؟ اولا نوجههم النماذج اللي عندنا برامج تدريبيه مكثفه وزيارات من قبل علمائنا بحيث ننقل الخبرات ونقل التكنولوجيا، سواء هم يروحوا او هم يجوا عندنا يتعلموا وننقل لهم احنا عملنا ايه بالظبط. لا احنا عندنا نماذج تنقل مش للدول الافريقيه والكلام ده مش بيقولوا كده والله، تنقل للدول الاوروبيه بس هي محتاجه كمان الدعم التقني بالاضاءه، لسه بعض التقنيات هي كمان محتاجه
الامور الماديه عشان نقدر نتوسع ونكمل. هديك مثال بسيط خالص النهارده. واحنا بنتكلم على مشروع مثلا تطوير تستبدل الدماغ الفلاح القديم اللي بيروي من عشرات السنين بالطريقه التقليديه وتحوله لراي تنسيق او راي مطور بصفه عامه. دي انجاز كبير جدا، بس ده محتاج وقت عشان اعمله وعميمه على مستوى الجمهوريه. عاوز فلوس، عاوز دعم، عاوز اعلم اخواتنا في افريقيا والدول العربيه على هذا النمط، فبالتالي هتاخد وقت معانا شويه، لكن محتاجه دعم كبير جدا عشان اقدر اعمل. اسال مثلا الشيخ اللي اسمها الكوب النهارده، كلها مدينه خضراء شغاله بالطاقه الشمسيه او الطاقه المتجدده. انا ممكن اعمل في مدن مصر كده، لكن فين الدعم اللي الامور متاحه؟ فبالتالي يتوقف على الناس اللي كسرت الدول الكبيره تصلح ما افسدته عشان ننمو ونوفر الامن الغذائي لمواطنينا. طب دكتور شاكر، خلينا نتكلم مع حضرتك بما انك خبير في هذا المجال، فيما يتعلق بالتغير المناخ واثره على الزراعات بوجه عام. نحن نعيش أو العالم كله يعيش أزمة تتعلق بالأمن الغذائي، لابد من تكاتف الأيدي، لابد من يعني أن يكون هناك يعني علاقات وطيدة بشكل أكبر بين بعضها. البعض العمق الإفريقي مهم جدا، والذي تتحدث مصر بلسانه في هذا المؤتمر. يعني كيف يمكن الاستفادة من العمق الإفريقي ليس سياسيا فقط، ولكن أيضا من ناحية الأمن الغذائي؟ أولا حضرتك، في مقولة لفكرة قضية المناخ قضية وجودية، يعني أن أنت حياة أنت ممكن ما تلاقيش مية، ما تلاقيش غذاء. كل بيت في العالم، اقولها بالبلدي، السفره بتاعته او الطبليه بتاعته اتاثرت نتيجه نقص بعض المنتجات الغذائيه نتيجه معظم المحاصيل انتاجيتها قلت. فبالتالي يجب ان احنا بقى كافريقيا او كدول افريقيه، يجب ان احنا مزيد من التعاون، مزيد من التكاتف، مزيد من ان احنا نتعاون بيننا وبين بعض في بعض الزراعات، في انشاء مراكز تدريب، ان احنا ممكن تكاتف تبادل الزراعات فيما بيننا. كل ده هيوفر لنا كتير جدا جدا، ولا نلجا للخارج ان شاء الله. تمام. طيب دكتور شاكر ابو المعاطي، استاذ المناخ بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.